بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بكم حلقة جديدة من المنتدى على شاشة قناة المحور. منذ قليل هزيمة النادي الأهلي أمام طلائع الجيش بهدف عمق إقراح كل الأهلاوية. طبعا كان كل الأهلاوية يعني بيستنوا من الشباب وبيستنوا من الناشئين وبيستنوا من المدير الفني الجديد أنه يعمل حاجة يقدر يلحق ما تبقى من قوة وقامة وقيمة النادي الأهلي في الدوري تحديدا، انما الاهلي قيمته محفوظه ومصانه. لكن النهارده طلع الجيش كالعاده باداء ممتع جدا، باداء مميز جدا مع الكابتن طارق العشري، بيفوز على النادي الاهلي. النادي الاهلي حاول المدير الفني، عمل تغييرات، يعني الامور ما مشيتش مع النادي الاهلي زي ما هو عايز. لكن المره دي اعتقد دي المره كام الخامسه اللي النادي الاهلي بيحتل فيها مركز بعيد شويه. معانا لستة ان النادي الاهلي في مرات عديده طلع فيها المركز الثالث، ومره مثلا سنه 91-92 المركز الرابع. طبعا ده ما بيرضيش طموح جماهيره. طب هي معانا موسم 1959 و1960 الاهلي حصل المركز الثالث، 1962 و63 المركز الثالث، 1982 و83 المركز الثالث، 1991 و92 احتل الاهلي المركز الرابع كأسوأ ترتيب له منذ هذا الموسم. وبعد 30 سنه الاهلي تاني بيرجع للمركز الثالث. اعتقد دي كلها امور كبيره ومهمه ومزعجه لجماهير النادي الاهلي، اللي قائمين على الكره في النادي الاهلي، اللي محبي النادي الاهلي، اللي متابعي النادي الاهلي بكل مكان. النادي الاهلي صاحب الشهره والصيت والقوه والالقاب. النادي الاهلي من مثلا فبراير اللي فات في كاس العالم للانديه بالامارات فاز على الهلال السعودي في مباراه ولا 4-0. النهارده النادي الاهلي بيتغلب من طلع الجيش، وده مش عيب. انما نقول النادي الاهلي السنه دي مش في موسمه، اللعيبه بره اللاين. ممكن تلاحم المواسم، ممكن الاختيارات، ممكن رحيل موسيماني، ممكن القدوم بمدير فني يعني الناس بتتكلم عليه ليس على قيمه النادي الاهلي. ده كلام، كله كلام ده بيتقال، بس احنا شايفين ارض الواقع. الراجل جه زي ما تقول لبس في الحيطه، هو واللعيبه الصغيرين، اللعيبه اللي كانت بتشارك قبل كده بصفه اساسيه، لعيبه كانت مجهده. لكن الامور دي كلها بتخلي كل متابعي النادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي انهم يفكروا ألف مرة. استقاله شركه الكره، وده كان مشروع او نواه مشروع مهم جدا برئاسه واحد من محبي النادي الاهلي، وانا اعرف الراجل ده على المستوى الشخصي، راجل محترم، راجل مميز جدا، راجل يعني له تاريخ مع النادي الاهلي، تاريخ كحب ودعم وتشجيع، اللي هو الاستاذ ياسين منصور. معاه كان بعض اعضاء مجلس الاداره اللي قالوا ان هم مش على وفاق مع بعض القرارات في النادي الاهلي، ان هي مش عايزين سواريش يكمل، هو لا عايزه يكمل. امور كلها ما كناش بنشوفها في النادي الاهلي قبل كده. امور خلت نادي الزمالك بجهده وكفاحه وكفاح لاعبيه ومساند ادارته انه يبقى موجود ومتصدر ويفوز بالدوري العام المصري بعد قبل الجوله تقريبا بالثلاث جولات. بعد فوز فيوتشر على بيراميدز خلاص حسموا الدرع، فازوا تعادلوا مع الاتحاد السكندري في استاد القاهره، وكان في احتفال ليهم يليق بيهم، هم يستحقوا كل الدعم الكبير للعيبه اللي عملوا مستوى كويس جدا السنه دي. المشهد الاسطوري الجديد اللي اتعمل قبل كده مع النادي الاهلي لما فاز ثالث كاس العالم للانديه، دي ما كانتش اول مره، لكن عملوا شكل كويس جدا لفريق نادي الزمالك وهو يستحق كل التقدير.